السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، مع نستكمل على بركة الله الموجات الميكانيكية. الموجات الميكانيكية بتنقسم إلى نوعين، موجات مستعرضة وموجات طولية. الموجات المستعرضة تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة كما موقعان، زي ما احنا شايفين في الصورة اهو. المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين بنسميه طول موجي لامدا. القمة أقصى إزاحة في الاتجاه الموجب، أما القاع أقصى إزاحة في الاتجاه السالب. الطول الموجي للموجة المستعرضة المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. الموجات الطولية تتكون من تضغطات وتخلخلات، أماكن تتقارب فيها جزيئات الوسط وأماكن تتباعد فيها جزيئات الوسط. المسافة بين مركزي تضغطين متتاليين لامدا، المسافة بين مركزي تخلخل متتاليين لامدا. يبقى الموجات المستعرضة تتكون من قمة وقاع، أما الموجات الطولية تتكون من تضغطات وتخلخلات. لو أنا عايز أجيب الطول الموجي لامدا، بنقول لامدا بتساوي اكس على ان. اكس دي المسافة التي قطعتها الامواج، وان اللي هي عدد الامواج. برضو ممكن ندي تعريف تاني للطول الموجي، المسافة بين اي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطول. لو انا حددت اتجاه وسرعة جزيء ما عند القمتين المتتاليتين او اي قمة، هلاقيها نفس المقدار والاتجاه. كذلك عند القاع نفس المقدار والاتجاه، وفي الموجات الطولية كذلك. عند نقطة في سرعة نقطة في التضغط هي